السلام عليكم الأحباب، أزول في الله، وإن شاء الله تكونوا بخير، بصحة وعافية، صحة فطوركم، وربي يتقبل صيامكم، وإن شاء الله قيامكم ودعائكم وصالح أعمالكم، يا ربي يجعلها في ميزان حسناتكم، يا ربي يجعلها عتق لكم ويتقلها في الميزان وتمحو بها السيئات، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تكونوا صمتوا بالصحة والهنا يا الأحباب، وحنا ننطلقوا كالعادة في حصة جديدة. اليوم رانا لو 12 مارس العام، لو 12 مارس 2024 الثلاثاء، ورايحين نشوف نشوفوا بعض المواضيع وبعض الامور، ولا نختاروا يعني بعض الاحداث اللي صارت نحاولوا نعلقوا عليها. البارح جربنا المكالمات ولقينا باللي الناس بزاف تحب تتصل وتحب تعبر، دونك قلنا نواصلوا عاد من والعام، عم بالنا رمضان الناس قلبها شويه هكا يحب يفاجي شويه، دونك مرحبا بالجميع، فقط دائما في اطار الاحترام، في اطار برك الاخلاق، ونحترموا بعضنا، ولكل واحد حر في رايه في مواقفه، فوالا، والفضاء مسموح يعني للكلام، والناس تعبر بركي ما تحب، ما عندنا اي مشكل كالعاده، نديروا ان بتي زابينغ خفيف ظريف ونرجع. تفضل. كي تقول عمر الزاهي تقول الفن والتواضع وبين الروفالي. قصدك لا رومب دو فالي. رونفالي هو واحد من بين اقدم الاحياء الشعبيه في الجزائر، وتبنات خلال الفتره الاستعماريه. زمان رونفالي كانت تابعه للفحسبه بالواد، ومتواجده خارج اسوار القصبه، وكانوا فيها بزاف أضرحة وقبور. بعد المستعمر الفرنسي خدم هاد لا رومب، يعني الطريق اللي تربط ما بين القلعة وباب الواد، عام 1834 و 1835، ومن بعد بداو يخدموا فيها لي زيموب اللي سكنوهم المستوطنين. ناس بزاف ما على بالهمش بلي التسمية تاع هاد الحي ترجع لمارشال الفرنسي فالي اللي عنده مدار في الجزائريين. فالي كان عنده دور كبير في نجاح حملة 1830 ضد الجزائر، وكان قائد للحملة الثانية اللي تسببت في سقوط قسنطينة عام 1837. حاليا اسمها لوني أرزقي على شهيد المقصلة، واللي ساهم بزاف في معركة الجزائر، وحكمته فرنسا بسبب قيامه بعملية فدائية، وحكم عليه بالإعدام في السركاجي. كي تقول رونفالي تقول جنينة براد اللي تخدمت عام 1834. رونفالي خرجت بزاف فنانين، منهم عمر الزاهي واسماعيل هني. وانتوما شكون الشخصية اللي تعرفوها خرج من تم؟ شيخ اليوم بالغلط وقعت، وقع في تمي شاورما مع زيادة طحينية. نعم. وكمان قطع التفاح وتقريبا 3 لتر مي. أي. فمش عارف هل أكمل صيامي ولا أطعمني الله وسقاني. وين راه تاع الماء؟ هنا في ليزاتولي ما كانش. وين راه؟ أنت ما تفهموش معك. لا ماهوش خطرة جاية اليوم. هذا التهاون هذا التهاون اللي ماهوش مليح. شوف حط يدك هنا، حط يدك، اجبد 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 زيد، لا لا اجبد الوسخ اللي فيه. ايه سبحان الله، صافي دير هذا اللي عام ما مسيتوهش، جو سوي سير دوك نحل ما فيهش الماء. كيفاش جربت؟ وين عليه؟ درك كي نحل فيه الماء ولا ما فيهش؟ اي دوا اتر سو بريسيون اون بيرمانونس. هذا انت مسؤول الامن نتايا، وين درت التعليم نتاعك؟ ان ريزو اونتي انسوندي دوا اتر سو بريسيون اون بيرمانونس باش كي تحتاجوا يخرج. انا يلفن لانتروديوير اون ايديولوجي دو سانك اوشيس. Est-ce que nous vivons une démocratie ou vivons un système militaire dictatorial? C'est le même pouvoir. Est-ce que l'Algérie vit une démocratie? Elle vit pas une démocratie. Elle vit un système militaire dictatorial. Un système dictatorial d'accord. Yeah.
تدخل الكيوسك ولا حانوت تسمع القرآن، تركب الحافلة ولا الترامواي ولا تاكسي سيرفيس تسمع القرآن، في القهوة تليفونات كل كيسوني تسمع غير الأذان والأدعية والأناشيد، نهار الجمعة ربي بارك الفيسبوك كله تقوى ورع، ياي قليل وين تلقى واحد مراطي حتى وقت الصلاة، ياي كل موضافيون. تمشي في الطريق كل الطوموبيلات كاتبين في الكارو اللوراني ما شاء الله لا تنسى ذكر الله هذا من فضل ربي. فهمش بركاني لذرك راني نسأل لذرك راني حير من أين يأتينا هذا الكم من الفساد والغش والمحسوبية والبغض والحسد والكسل والعنف والانحطاط الأخلاقي والتطرف والجهل والبخل وكلش نروي جينا برك أين الخلل؟ السلام عليكم خويا كاش مامي عندك خويا ما عنديش يا خويا ما عنديش قلت لك أحسم 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 وين دلوقتي؟ اه نيغا دلوقتي. ليش؟ تعيس ما طلعت تجري. خلقوني وين تروح؟ تروح للسيبيرات يطلبك، تروح للصاد مال الفارماسي يطلبك، لازم تلبس جيلي باربال معاهم، بزاف طلبة، بزاف ولا ماشي بزاف. كيفاش ديال الأنا ديال زاد لازم تساعد، عميني شوية. رمضان مبارك. رمضان مبارك الأحباب، كل عام وانتم بخير. أنا في اليوم الثاني من اليوم الفضيل، إن شاء الله تكونوا صمتوا ونعودوها بالصحة والهنا للناس اللي التحقوا بينا، مرحبا بكم كالعادة. هاكم عم بالكم نبدأ بشوية مواضيع نحكيوا على الإيجابيات كما نحكيوا على السلبيات ونتناقشوا يا خاوتي. واحد كي يحكي لي على الإيجابيات نقوله كاين سلبيات، واحد كي يحكي لي على السلبيات نقوله كاين إيجابيات، باش يكون أخذ ورد وتكون ليميسيون إكيليبري ماهيش ماشية في اتجاه واحد، سينو نوليو كما بعض الإعلام اللي مخيط طريق واحدة ومتراسي. حنا نحبوا نكيليبري وفي لا ديسكوسيون باش يكون النقاش ثري ويكون غني ويكون فيه أخذ ورد وفيه أفكار تتبادل. حنحكيوا بزاف اليوم على هاد الموضوع يا خاطي، تفضل خويا المخرج. ربع الشهر ما خلصوش، غدوة سيدنا رمضان على الأبواب، ما تقلبوها شركة خاصة، مملكة خاصة، شركة وطنية، ربع الشهر الناس بالدراري، كاتم وما خلصوش، وما كهنة تعسف أنا ما كاش، راهم واقفين وقفة احتجاجية بطريقة قانونية وسلمية وعضارية، شكون اللي قالكم من عرضه ما قاعدينش لعرضه، جينا هنا معاه وأنا متضامن معاه باش يوصل الصوت الميساج تاعهم. هذا هو الموضوع ان شاء الله حنحكيوا عليه من بعد يا خاوتي، في اطار ولا في خانه السلبيات، يعني من اللي بدا رمضان يعني يوم قبل رمضان هادم تألطروا الله وعلم كانوا في وقفه احتجاجيه، والعديد من العماد تشوفوا بعد شويه ناس يعني في عز رمضان دايرين وقفات احتجاجيه من اللي بدا رمضان، والناس تشكي وما خلصوش بالشهوره يا خاوتي، في الشهر الفضيل الشهر يعني الرحمه وكذا، وهادم ما نرحموهمش يا سيدي، ما عنديش نلقاو لهم حل. شفنا البارح عبد المجيد تبون دار عمل رائع وعوض الفلاحين اللي ضروا بالفيضانات هذيك الكارثة، اللي ضروا بسبب الأحوال الجوية، هادوما مضرورين بسبب المسؤولين، وهذه شركة وطنية تسمى راهي في عاتق السلطة يعني، أو هذا مضرور بكارثة أكثر منذ 4 أشهر، هو يستنى مسكين وما عنده لا بريم ما عنده والو، ما يطلبش تعطيه منحة ولكن يطلب على الأقل تحلوا المشكلة تاعو مع الشركات نتاعهم. حنشوفوا العديد من يعني ربما الكلام سرتون اختاروا برك هذه الشركة، البارح خونا سمير زاد ذكرنا قضية حداد دونك اللي نسلموا عليه، دونك هذا الموضوع نحكي عليه لكن مش درك، خلي نبدأ دوقة دوقة واحدة واحدة خاوتي بشوية بإيجابيات رمضان رمضان، ونحكي على مجهودات الدولة سيدي الدولة الجزائرية يا خالتي بالعقل ما زالوا اتصالات. هذا شنو دير؟ في دوكون نديرو فيه 32 وبرا شنو دير؟ 36 سي با نورمال. شوف هذه نقولها وراني نهضر فيها امام صحافه سي جماعه نتاعنا،
لازمنا نتبعوا شكون لاو الدارير هذا لو بري اللي كان راهو دارير والله ما جات جاب حبه اصاحبي الدوله نحات له لا تي في نحات له دروا الدوا نحات له المشاكل كامل باش المواطن ياكلوا 25000 28000 هو تقول لي بري دو غرو 32000 والكميات اللي دخلت العام اللي فات وهذا العام كلا قليلة لا والو هما يخبيوه الويكاند ويخرجوه علاش تطلع غير في الويكاند صبت الشتاء في الويكاند الشجره ما جابتش في الويكاند سي با نورمال علاش في الويكاند يغلى باسكو سيتو سيت ان بروبليم تاع مضاربه وهذا الجماعه دوك نصفيهم هذولا ميستوردو لازم يتصفاو نعرفوا شكون هو يستورد ولو بري تبعو حتى يولي في ليطال سي با نورمال 32 في الجروب في ليطال شحال يدير سي با نورمال يوم 10 فوالا باسكو علاش الجماعه هادو ما عرفش يديكلاريو لا سيتور دو بري دوكا تولي تديكلارا 2024 باذن الله لا سيتور دو بري اللي يفوت ولا ما يديش يفوت ثاني بيرسوناليزي لي برودوي بارابور او ديستريبيتور بارابور لو ريزو فوالا يا خالتي دونك ديجا كيما قلنا من بين المجهودات اللي دير فيها السلطه باش تضبط السوق وباش تحافظ على استقرار السوق بين الناس اللي دير المضاربه بين انقطاع ربما السلعه بين يعني الناس اللي تتلاعب يعني بالاسعار دونك الوزير راهو في الميدان وراهو يجتهد وراهو هو تانا يبحث وراهو هو تانا يحاول يكون يعني مد صوره بالاضافه ليزاجون تاعو اترافير طول تيريتوار ناسيونال راهم يجتهدوا باش يفيريفيو لي بري وباش يعني المرشي يعني ما يكونش حكر على بعض الناس اللي يستغلوا المواطنين يستغلوا هذا الشهر دونك هذه حاجة إيجابية مالغري كو عم بنا شفناها ديجا مع رزيك شفناها مع رزيك على 3 تاع الصباح على 4 تاع الصباح على 5 في الظلمة شفناه ماشي في الغرقة باللي بوت ويشير في الأسعار لكن الوقت هذا ما مشاتش ربما مع هذا الوزير ربما كان ريزولتا دونك هذه يا خاوتي أشكون تشوف فيها حاجة إيجابية ولا حاجة سلبية حاجة أخرى ربما هذه معروفة من خصال الشعب الجزائري في شهر الفاضل في شهر رمضان تكثر الصدقة ويكثر الخير والأعمال الخيرية وشفت بزاف 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 سورتو الأعمال اللي دعمها البلديات وأعمال اللي دعمها بين قوسين كما نقولوا احنا الدولة دونك عديد من الجمعيات دعموهم من بينها هذه تفضل خويا المخرج محسنون من داخل وخارج الوطن بادروا لتوفير أزيد من 250 قفة لفائدة عائلات الأيتام بمختلف مناطق ولاية سيدي بلعباس عشية حلول شهر رمضان الكريم الحمد لله على وفقنا ربي باش نديرو 250 قفة لفئات أي فئة عائلة أيتام إن شاء الله كما قالك إن شاء الله تكون في ميزان الحسنات وكذلك نشكره محسنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي عاونونا وساهموا معنا كاين يساهم معنا بالماركل وهذا العام درنا حوالي 21 حاجه كما قال لك قهوه زيت سكر درنا حوالي 21 حاجه والعام اللي فات درنا 200 هذا العام درنا دونك فوالا الى اخره العديد من الفيديوهات تلقاوها هكا وين تلقى مواطنين داخل وخارج الوطن دي زالجيريان يكونتريبيو يا خاوتي ويعاونوا ويبعثوا دراهم خاصه القفه كما هذه قفه يعني كونسيستونت لاباس بها الله يبارك فيها 21 برودوي دونك الزيت السكر السميد يعني حوايج بزاف يحتاجوهم الناس الفارينه السميد كما قلت دونك هذه كل مبادرة نستحسنها في الجزائر نزيد لكم واحدة أخرى باش لأن الفيديوهات كثيرة وكثيرة جدا هذه اللي دارتها اتصالات الجزائر تفضل شتو اليوم كان انطلاق يعني إدوم الخير قافلة إدوم الخير اللي حتجوب بعض ولايات الوطن يعني لتوزيع يعني مواد غذائية وهذا بالاستعانة مع السلطات المحلية لكل معوزين باش يفوت يعني شهر رمضان هذا بأحسن ظروف إن شاء الله لكل العائلات الوطنين الحبيب إن شاء الله
دونك صافي بليزير، سورتو انو يمدوهم واحد العام نشفع عليها انتقدناهم، كانوا يمدوا في واحد الشكاير كحل ونديريك حاجه نتاع لابوفير هكا. والعام هذا يعني طوروا، شفنا يديروا دي كارتون لومبالاج اللي محترم، حتى كي تمد واحد معوز يعني ما تحشمش به. اي صافي بليزير، وكي نشوفوا حاجه ملاحه حنا نقولوها. والعديد قلنا من الفيديوهات، حتى الهلال الاحمر الجزائري راهو يوزعوا بعد دي كاميون، راه هبطوا لجانت، هبطوا بارتو في لو سود، هبطوا يعني مناطق معزوله جدا، لانه عم بالهم باللي هذا الشهر الفاضل مليح فيه يعني الاكثار اعمال خيريه والصدقه الى اخره، وخاصه انه الناس محتاجين. فوالا يا خالتي، هذوما دو انفورماسيون خفاف برك، لانه ما نقدرش نحكيو على الايجابيات الكل، كل نجيبوا زوج بركه ندردشوا بهم. نروحوا للمكالمات ونسمعوا الاخوه ورايهم جوستومون، اسكو هذه يعني تبعت شويه امل في الجزائر الجديده بين قوسين، ولا بعض الناس ربما عندهم راي اخر. تفضل خويا المخرج، حطيت لنا الواتساب مليح للناس اللي يعني عندهم مشكله مع لي زونيتي يا خوتي، الواتساب بالانترنت قدامكم، برك سكاني الكيو ار كود وتوكل على ربي. محمد نورمالمون من نسيت منين، محمد من الجزائر. السلام عليكم يا خويا محمد، اهلا وسهلا. الله يسلمك، وصحة فطوركم وصحة فطور الجماعة اللي راهم يخدموا معاك. ربي يقبل إن شاء الله، ربي يتقبل. آمين آمين. سي لطفي، كاين زوج صوالح كيما نقولوا كلي باش الجزائر تتحرك إن شاء الله. كاين عمال النظافة كيما نقولوا مهندسين النظافة والنساء، إلا ناضوا هادو زوج كلشي ينوض. واش تقصد بينوضوا يعني؟ واش ينوضوا؟ ما فهمتش كيف ينوضوا. كيما نقولوا باش يتحركوا، باش ما يقعدوش في هاد المشاكل هادو اللي رانا فيهم، الروتين غير هو والهضره غير هي والمشاكل غير هما، هذه هي. داكور. عمال النظافه والنساء. كيما نقولوا هاد النساء اللي يخدموا في الشركات وكاع حصلوا على حد. داكور، ركزه يعني يكون هادم يتحركوا، تقول انت البلاد قادره تتحسن اكثر واكثر. كل شيء كل شيء عاود يتحرك، اما باش تتكلم على حاجه اخرى غير ما كان له. والسلام عليكم وصحه فطوركم. وعليكم السلام، شكرا لك عمي محمد، ربي يتقبل مره اخرى وصحه فطورك. نزيدوا مكالمه من عند خونا الياس من الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نحييك يا اخي السلام. ورمضان مبارك لكل المسلمين في العالم. أمين. وبارك الله فيكم. ويا أخو يا أخي، على كل حال نحيي الأحرار في الداخل والخارج ونحييكم يا أخي. أنا على كل ما لقيتش منين نبدأ لك. وش يا أخي، سبحان الله، أنا وش نقول لك. رمضانك صح كيفاه الياس، جوزت صح يومين دمة تاع رمضان. على كل حال رمضان يجي بالبركة معه من عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. ما شوف، حنا ما خصناش باش ناكلوا ولا نشربوا ولا رجعوا لنا شغل الحيوانات. ما الشعب الجزائري الا تاع الاكل، وضلوا يتمسخروا بينا في هذا النظام هذا. حنا نحوسوا الحريه، نحوسوا الاستقلال، نحوسوا المساواه، نحوسوا الرجل المناسب في المكان المناسب، نحوسوا الحق. ما تلعبوش بينا يا اخي، ما تلعبوش بينا يا سلطات، يا اللي راكو تنهبوا في الاموال، يا راكو تلعبوا كيما لعبت الاستعمار الفرنسي يا اخي. استعمال يستعملوا كيما استعملت في جدودنا وشهدائنا ربي يرحمهم، لو ميم كا لو ميم كا صارينا. واش كاين في الجزائر انت تقول لي دار منا؟ شوف نقول لك كلمه برك، لو كان انصار الفرق الجزائريه يكوتيزيو برك بيناتهم، يمشيو الجزائر خير من اللي تمشي فيهم السلطه هذه. هذه السلطه هذه تمسخر بيكم، تمسخر بالشعب. كاين اللي يقول لك ما على بالوش، يا المصيبه كبيره لكن ما على بالوش، والمصيبه كبيره. انت على بالهم بكل شيء يا اخي، على بالو رئيس الجمهوريه كلش، والمسؤولين على بالهم بكلش، وراهم شغلهم يقشروا في البطاطا يا اخي. ما يا خويا باين اللي شارع عيني حموره، اللي يخدم باين. هادو ما يخدموش، هادو راهم يربحوا في الوقت، راهم يستعملوا السلطه ديالهم. صح جدروا، راهم جدروا في الجزائر من 62 هما يحكموا، واعر باش تنحيهم.
صحيح ولا سمحنا علينا لازم دائما الخروج دائما نخرجوا للشارع لازم الحراك يولي لازم الشعب يتحد الشعب يتحد ما تشدناش العصا من الوسط الجزائر راهي تضيع راهي تضيع قدامنا قدام عينينا راهي تضيع وما قدرنا ندير والو اللي يتكلم يدخله للسجن اللي يهضر كلمه يدخل للسجن او الشعب محقور يا اخي راه مظلوم هذا الشعب صوالي كون تشوفوا برا كيفاش راه صاري او صاري منكر نعطيك نشوف هي على كل حال غادي نديروا شغل نوريو السبب برك هاد الماكله والدجاجه وطلع باش تبين باللي النظام هذايا نظام فاسد كاذب نظام هذا ما يصلحش نظام هذا يا اخي ماشي هذا هو النظام تاع شو. شكرا خويا الياس راني خلينا لك الوقت يعني انا ماذا بيا برك واحد كيقول لي نظام فاسد ونظام ما يصلحش ودي يعطيني امثله باش يعني الفكره تدخل في ساعه مثلا كيما حنا شفنا الوزير يجتهد والسوق العام هذا راه مريقل اسكو هذا سافو دير كو النظام فاسد انه السوق مريقل وحنا كنا نحلموا كنا نعايروا مام كنا نقولوا عيب عليكم السوق داخل طالع بعضها البطاطا نشفع عليها كذا كان دير التوم كان مقطوع البصل كذا العام هذا يعني الدعوه لاباس وناس يعني متفائله هل نقدر نقيموا او مو هذا العمل برك يعني نقولوا فاسد ولا نقولوا ناجح برك بعديك حنا ننتقلوا واحده واحده سينو ما تفراش عن بالنا كون نشوفوا يعني سي سعيد من تيزي وزو سي سعيد السلام عليكم وعليكم السلام اهلا سعيد الله راه الله يستر يا لطفي نعم السعيد تحرم ورقع لي جزيره الحراره رمضان تاع لي جزيره الحراره احنا حرار برك انا نقول اسمع يا وصال نقول لك عندنا المشكله في الاحزاب انا نقول للشعب الجزائري ما تبعوش احزاب احزاب هي الاحزاب هما المشكله تاع الجزائر كيما يرحموا ديك تاع السماء من القريله السماء ويش عنون والسماء بالاخر 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 من سواسا زو كاين هما اللي كان يعاونوا هاد العصابه ما كانش حتى واحد اخر كاين احزاب كاين جورناليست ماشي حرام هما اللي خلقوا الجزائر الحكومه راهي تاكل هما راهم يتبعوا ويشدوا في الحكومه راهم يشدوا في الحكومه هما اللي راهم المشكله تاع الجزائر ما كان حتى واحد مشكله هما احزاب الشعب يجبدوا روحهم من الاحزاب يكون احرار يقعدوا في دورهم ما يتبعوش احزاب احزاب لا غير يحبوا ياكلوا هما والحكومه وصحابو والسلام عليكم صحيتو وعليكم السلام عمي السعيد عليكم السلام سي سعيد يقول الأحزاب والحركة السياسية ميتة عبد القادر من ورقلة السلام عليكم سي عبد القادر أهلا وسهلا صحة فطورك ربي يتقبل تخلطت ألو معليش تخلط دخل عبد القادر دخلت واحد أخرى ألو راح وقيل عبد القادر تاع ورقلة مهم قلنا له صح رمضانك الو عبد الحميد السلام عليكم مرحبا بك عليكم السلام ورحمة الله الله يتقبل صيامك عبد الحميد صح فطورك تفضل لك معنا على المباشر صح فطورك لطفي ولدي واش راك لاباس الله يسترك يا سي عبد الحميد مرحبا بك ربي يعيشك يا لطفي ولدي يا لطفي ولدي هذا رمضان انت 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 راك جزائري نعم راك جزائري في رمضان الناس ياكلوا لحم تاع البقري ولا تاع الغنمي وش يليق في رمضان وش يليق لحم تاع البقري ولا تاع الغنمي انا الغنمي ما نحملوش يا شيخ الكوليسترول لا الشربه واش يديروا الشربه واش يديروا يديروا الغنمي نورمال روح قول لهم الغنمي شحال راه يدير يا لطفي وليدي 285000 هايبرك 285000 هذا كبش خارج من الجامعه هذا غالي هذا تما والله غير لا اسمع كاع في الجزائر 285000 للكيلو بابا ويجيب لي تاع البرازيل تاع والله يا لطفي والله يا وليدي ما تاكلوا قسم من عظم ما تاكلوا فهمتي زيد يا لطفي وليدي
انا جبني ربي جبني ربي سمعت في التلفزيون تاعو الرئيس قال لك الشعب اللي الشعب الفلسطيني اللي دافع على حقه اللي دافع على حقه ماهوش ارهابي ماهوش ارهابي الشعب الجزائري عليه ارهابي كي دافع على حقه ارهابي مادة 87 مكرر سؤال مليح ماهوش ارهابي سؤال بقري يا خويا ماشي غلبي سؤال زيد زيد لطفي وليدي انت في اوكرانيا راهي الدول الاوروبيه كاع تعاود في اوكرانيا وكرهوا ما قدروش واليوم راك تشوف اليوم في البرلمان الفرنسي راهم يناقشوا المسانده مع على اوكرانيا ولا لا حنا في الجزائر وكرهوا وحنا في الجزائر نعاونوا في الصحراء الغربيه عندنا 40 سنه وحنا نعاونوا فيها زيد سؤال غنمي هذا تفضل البرلمان الفرنسي هذا لطفي ولدي كاين خمس حزاب ولا سته كاش حزب انت سمعت له قال حنا برنامج رئيس راهم كرهوا لحياته المكرو كرهوا لحياته المكرو حنا في الجزائر اللي طلع البرلمان انا ولا غنتمنى هذاك البرلمان ينحوا هذاك المجلس الشعبي الوطني يصوروا يد هنا قال لك كاين الفيديو يديهم يصوروا يد باللي نعرفوا باللي هنا اللي الفيديو يديهم الله يحفظك يا سي عبد الحميد نطفي يدي ربي يحفظك الله يعطيك بالصحة وصحة رمضان وربي يعيشك ان شاء الله ربي سكوار عبد الحميد اخوتي قاوي خلاص عبد الحميد صح يعني كيفاه تاع فلسطين خاوتنا نعتبروهم انهم يقاوموا نعم وناس يعني قاعدين يقاوموا بسلمية بدون سلاح بكلام وتصنفوا إرهابي غير خطأ يدير فيديو في اليوتيوب ولا يعلق واعر واعر خويا سي أبو بكر أهلا وسهلا من بجاية أزول لطفي أزول القبائل مسكين القبائل في ساعة القبائل في كذا من شان يا لطفي ساعة ساعة كلمة عربية برك أبو بكر باش نفرز برك ساعات برك ما نكترش عليك أجمع سمع لطفي تفضل ماشي ديك كي راه تديش فهما نيكو حوايج ولا غير ديش فهما نيكي سمس ليه غير القبائل ما سمس ليه غير شي قبائل صارف داكشي كشاف في نشر قدر كشاف قدر في ماني لا لونج ما جير سي تي لونج ناسيونال اوفيسيال او مين او مين تيتر كو لا لونج لا غاب صح دونك جو دو ميكسبريمي سي مون دو سي مون دووا اي مون دووا سي تون او لونج ناسيونال كابيل سي طون دروا قلت لك باش نفهمك برك ابو بكر نقدر نتناقش معاك برك سينو انت حر انت حر اسمع لطفي عينا من 62 من كل كان يتفهم يمكن من غير يفهم لي ما صح ما يفهم الذرة نكون فيها ضغط قبيلي نكسب سلايم قبيلي تي قبيلي ذاك الشيء يكسر قدر في مانيش يكسر قدر في القبيله من ساعه ونقرر ساعه لو كونتيكست دو انفيريوريتي نو زافون بوكو دوني ا سيت الجيري On doit exiger de cette Algérie de nous récompenser. Nous avons, on s'est sacrifié corps et âme pour cette Algérie, pour qu'elle soit debout. Mais aujourd'hui, en 2024, qui c'est qui paye la facture? C'est bien la Kabylie. 530 morts dans les incendies, plus 500 détenus kabyles. Mais quand je l'ai dit à l'homme, un homme à انا ما نهضرش على البطاطا والزيت والخبز جي بوزوان دو لا ليبرتي ديكسبريسيون دو ديفوندونس il est de mon devoir de défendre ma Kabylie il est en voie de disparition et l'autre c'est une réalité en Kabylie en ce moment on peut pas nous exprimer le Qiyous c'est Khoumami après الجوامع ديال الانتجريز ما فيه رفاج لكي هون كابيلي شكرا يا سي ابو بكر تنمير من حقك تكسبريمي باللونغ اللي تحبها ماشي غير لا لونغ ناسيونال اونغلي المون كيما تحب احنا برك باش يعني نتناقش معاك ولكن شكرا ليك ديما يدخل سي ابو بكر
وديما في اطار الاحترام اللي توجور ريسبكتيو. سي ابو بكر، سيد احمان من الجزائر، اهلا سيد احمان. لطفي صحة فطوركم. ربي يتقبل خويا العزيز، مرحبا بك. الله يسلمك، كيفاش راكم؟ صحة لاباس؟ لاباس الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله سي لطفي. والله ربي تبارك، انا عندي جان سيرغاسا. الله يبارك. وغير كما طلع لفرنسا كان خدام هنا لاباس عليه في شركة كبيرة معروفة في البناء، معروفة في الجزائر، هي الكبيرة كامل في الجيري. راح واش نقول لك، راح فوق قلبه اللي تي ريسبونسابل، طاح مع ان دي جي وين قال له انت مازالك صغير باش تولي مسؤول. اللي تي فيليسيتي با دي سوسيتي ايترونجير، وين بعتو حتى لدبي، راح لسيول يفورمي دي زانجينيور، حاكم كات سيرفيس. جا نهار وين جا دي جي قالوا 40 سنة، قالوا تا مازالك صغير. 40 سنة مازالو صغير، فهمت؟ وبالدراري وجابلو السبة، قالوا علاش ماكش تجي ليا، علاش ما تطلعش لعندي فوق البيرو كيما الجماعة، فهمت؟ ألوك وليدي كان يخدم شوف يدير لي زيتود وحاكم 23 على راسو. عيطلو ان جودي قالوا ولا انا نقسم الديبارتمون تاعك على اربعه، قسموا على اربعه باسكو بزاف عنده لا بريسيا. كي قسم على اربعه سي لطفي ما عطالو حتى الديبارتمون، الا لون ديغرادي، فهمت؟ واش نقول لك، مالوروزمون راح فرنسا، خلى مرتو هنايا، راح بدر خلى ولادو فرنسا. تا واش قالوا له؟ قالوا vous nous avez impressionné par CV تاعك. الله يبارك. انا قالوا لازم طلع لعندي كيما الجماعه، فهمت؟ واسكو راه فرحان كي يطلع سيد احمان ولا يعني نص فرحان نص؟ بصح ماشي او فرحان، فرحان بصح انا اللي خصيناه. بس احنا هو احنا عندنا انكاسو، عندي غير طفل هذا برك، هو مسكين كان باغي يدير لا كارير تاعو هنا، كان طامع يزيد يطلع، فهمت؟ ربي يكتب له. انت غاضتك سيد احمان؟ غاضتني، ما نكذبش عليك، كل دايم بنبكي، ما نكذبش عليك. يما عندها مالادي كرونيك، انا تاي شو مالاد، ربي فهمت غادي الحال. علاش داروا له هكذا؟ شوف يا سي لطفي، والله ما نكذب عليك، يا كان دي فيتور انجينيور يبعثوا من الباب الزور باش هو يفورميهم ويحضر مام لي سوتونونس تاعهم، يلو بوز دي كيستيون. سي ان بروموتور اكستير. زين نحكي لك، عطى لهم خدمه لي شيف سيرفيس تاعهم تو، قال لهم ماكو خدموا هالخدمه، هو راح بعثاتو الجيل سيول بو انفورماسيون. كي جا واش دار بي دي، واش دار دي جي؟ قالوا ما عطوني الخدمة اللي عطاكم جديد، عطا البيرو ديتود، فهمت؟ واش يحب يقول؟ بيرو ديتود سنة جونور كيما انت، علاش عطي البيرو ديتود ولي زانجينيور ما يخدموا عندك انت؟ واش هم يديروا؟ هذوك لي زانجينيور سيرو في طا واش يديروا؟ يطلعوا لي نهار كامل، ها واش هو يدير فلان، ها واش هو يدير فلان، ها واش هو يدير فلان. والله ما نزيد عليك كلمة ومازالني بالوضوء، والله يا الخدمة مازال بالخدمة تاع وليدي كي دوموندي وان ترافاي باش يديروا ليتود، واش تا واش هم يمدوا؟ يمدوا الخدمه تاع وليدي، يقولوا هاي الخدمه تبع واش هو يدير، واش كان يدير فلان. انا وها واش غادي الحال، وهذا السيد هذا كي دار بعث الخدمه بيرو ديتود، لا فاكتور اونتي داتي، اوني اون 2023، لا فاكتور الي داتي اون 2010. افهم يا فهم. شكرا. معليش يا سيد احمان، معليش، ان شاء الله برك يعاود حياته، وان شاء الله برك يدي ماريا زيرو ويفرح اهله ويعيش سعيد، برك يعيش مهني خير من المتمرمدة اللي كان فيها ان شاء الله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اخر مكالمه اخويا المخرج باش نواصلوا الحصه تاعنا، عند خونا عبد الكريم من الجزائر. السلام سي عبد الكريم. الو، السلام عليكم. صح فطورك خويا العزيز، مرحبا بك. الله يسلمك تزاد اخويا لطفي. صح فطوركم الجميع خوتي. الله يسلمك يا اخي لطفي.
خويا لطفي. نعم. قول خويا ابو بكر تاع شميني هذا، والله ماذا بكم يا خاوتنا، إيه واش ربي سبحانه خلقنا قبائل وعرب وشاويه، يعني كي نجيو بهذا العنصريه تاع قبائلي وشاوي، وين راهي الفايده؟ انا حبيت نعرف المصلحه. على باك البارح كي هضر البارح هضر انت ما فهمتوش، هضر على الاخ هذاك اللي دار فيديو تاع لابوبال خويا لطفي، اخ هذاك تاع بجايه اللي دار فيديو تاع خراطه على لابوبال، هو ما عجبوش الحال، قال له كاين الناس اللي يهضروا صحاب خراطه، يعني العرب، هو يقصد العرب خويا لطفي. هذا الناس يا خويا جهويين خويا لطفي، هذا الانسان هذا ابو بكر تاع شميني انسان عنصري، يهضر بالعنصريه، يهضر بالتفريقه، احنا قبائل شاويه مزابيه عرب، احنا جزائريين يا خوتي، نحيوا هذا العنصريه. علاش في البلدان المتطورة المتقدمة ما عندهمش فرق قبائلي ولا شاوي ولا عربي، عايشين هما، شوف العرب عايشين ثم شاوية قبائل العرب من كل جناس، توانسة مراركة، راهم عايشين في بلاد أجنبية وراهم حاملينهم وعايشين ومتعايشين معهم بالقوانين تاعهم ولا بس بهم خويا لطفي. علاش احنا جزائريين هذا المرض اللي فينا خويا لطفي؟ تروح البلدية لا كنت قبائلي ولا مستقبلوك، ولا كنت عربي ومن الجهة تاع العرب يستقبلوك، من لا من الشاوية علاش يا خوتي هذه العنصرية يا اخي؟ احنا البلاد هذه ماتوا عليها الشهداء، البلاد هذه احنا خاوة كاع، احنا خاوة كاع 58 ولاية احنا خاوة، علاش نديروا هذه العنصرية؟ علاش نخرجوا هذه؟ يا خويا انت قبائلي، حبيت تهضر قبائلية اهضر قبائلية، انا عربي خويا لطفي نفهم القبائليه ونهضر القبائليه خويا لطفي، والله ما عندي مشكل ولا نكره القبائل ولا، علاش هذا الجهويه خويا لطفي؟ ماذا بكم؟ الله يجازيكم، هذا المرض كبير راه في الجزائر، لازم تديروا حصص على الجهويه هذه. الجهويه في الجزائر نقول لك حاجه، حتى لي ماتريكيل تاع الطوموبيلات كي تروح تكاري في كاش ولايه اور ولايه تاعك يكرهوك بلا سبه، انت انسان برك دخلت الولايه، جيت مثلا من وهران جيت العاصمه، اصحاب العاصمه يكرهوك، طرونتيا، يجي الاخر من ما على باليش انا منين، من بشار ولا زيرو ويت ولا يكرهوك، باسكم زيرو ويت خويا لطفي. هذه ماذا بكم؟ الله يجازيكم، ديروا لنا عليها حصص. شكرا عبد الكريم. ماشي كل، ماشي لي زالجيروا كل يكرهوا واحد وهران، فو فير اتونسيون، ربما كاين ناس كما قلت انت عندهم شويه جهويه وعندهم شويه يعني راسيزم، ما سي با راسيزم، مي بون اني حنا كل فهمناك، ولكن حنا كل كونتر هذه التفريقه وكونتر هذه الامور اللي خلفها الاستعمار، وهذيك الحراك وعليه كان حاجه خارقه للعاده، لانه سقطت هذيك حتى الاسلامي ومش اسلامي وبولحيه ومش بولحيه وبالجين وبالقميص، ما راحت، خرج الشعب كل على كلمة واحدة، كل واحد بالأفكار تيعو بالتوجهات تيعو. دونك شكرا لك، الله يحفظكم ليه حكي تذكرنا بهذه الأمور. لكن الشيء بلك للجزائريين كل متفقين عليه هي الميزيرية والتمرميد في هذه، الحمد لله يعني كان العدالة الاجتماعية، وراح نشوفه جسمان سلسلة من يعني ناس ما هيش مرتاحة في خدمتها وما هيش خالصة مليح، ظروف سيئة وكذا. نبدأ بهذا السنور تاع الناس اللي دار وقفة يوم قبل بداية رمضان. تفضل خويا. السلام عليكم، احنا عمال الشركة الوطنية لأشغال الطرق ألطروا، احنا اليوم رانا في احتجاج عزال المظالم اللي صرات لنا كعمال من فترة 2011-2024، لا الامتيازات اللي داراها هم عليهم ضد العمال، احنا حقرونا الظلم، الحقرة، حقوقنا مكانش، لابي ربع سنين وحنا نشكريو، ربع سنين وحنا نشكريو، حنا نشكريو بالشهرين بالشهر، تقعد سي موا خمس اشهر يعطيك شهر وراسك في الارض وما تهدرش والتعشب، والمظالم دايرين محكمة هنا يشرعوا للناس يحبسوا بالناس، والمحاباة هو امين عام نقابة تاع مؤسسة يحط ولد اختو مدير عام المؤسسة، هذه ما يقبلهاش القانون، احنا الناس السلطات العليا للبلاد، وحنا ما ناش راجعين لحتى يطيح حقنا المطالب تاعنا كعمال كجزائريين كعمال بسطاء كل حنا صوابنا، وخاوتنا درك بها
عليهم في المحكمة داروا لهم عريض عند وكيل الجمهورية بسبب 11 واحد لتكسير الوقفة الشرعية تاع العمال باه يديروا لهم تحريض ومنع التجمع وتحرض على العمال باه ما يخليوش نستخدم. ولادنا جاعوا كل رمضان نصوموا ونفطروا على الماء كل رمضان من 2011 أخوتي، هذه 14 سنة ولا 12 سنة احنا مسعفينهم صبرنا عليهم سرتو من كورونا ورواه من كورونا سعفنا الناس الكل. ايماجين يا اخي هذه في 2024، هذه بعد يعني عهده كامله تاع الرئيس عبد المجيد تبون. احنا طبعا لا نطالب انه تبون يدير دي غراتسيال ولا يدير يعني ما نعرف دي سوسيتي كبار، مع الاقل العداله الاجتماعيه سونيفو برك. على الاقل يا خوتي رانا نحكيو على عمال في شركه وطنيه، راهي شركه تسمى تحت السلطه تاع السلطه، يعني السلطه اللي تكونترولها ماشي واحد بريفي وخلوطه قال واش، شركة وطنية ومعروفة وعمالها مشخشبين كيما هكا منذ سنوات، فكانوا يتمناو انه الامور تتعدل وتتحسن ولو اداريا. طبعا حتى الرئيس ما نطيحوش عليه، يعني هو تنش كامل بيروقراطي وكلش، ولكن هذه من المهام تاعو الاوليه، يعني سي اون بريوريتي، فلي ريغلي هاد المشاكل تاع الخلاص ما يجيش ويجي ويطرد. النقطه الثانيه للاسف يعني كي يروحوا يشكيوا الناس يعديوا للعداله بتهمة التحريض والتجمهر وزيد. هذه تانا نقطة سوداء اللي نقدر نتحكيوا عليها، لأنه شفنا كي غير الفوت في البرلمان تاع هذا القانون الجديد تاع النقابات، ممنوع عليك تدير وقفة كيما كي يديك الحبس ويجيب عليك الحق ويقدر يسحتك. وعلاه؟ لأنهم فوتوا قانون يحميهم ماشي يحميك انت. نورمالمون درت اوتوريزاسيون شهرين قبل وعطاوك لوتوريزاسيون فاليداو باللي عندك الحق دير توقف توقف عن العمل ودير كذا، وما تديرش هاد الاجراءات بالنسبه للقانون. وي عنده الحق يديوك، خدموا لك خيطوا لك قانون، هذا هو عليه كنا احنا نديروا هذه الوقفه. نورمالمون دارت نهار فوطيو على القانون، والعديد من الشركات ما داروهاش لانه يقول لك خلي يديروا وين المغاربيه ما يتنبح بركة باع وهو علاه القانون وعلى هاو القانون هذا، ولاو اللي يدير وقفه يجيو يهزوه ويديوه كيما هك. هذيك احنا ساعات نجتهدوا، شفت وراها اوسي وقفه، معليش بعد نفتح شويه مكالمات من عند خاوتنا كيف كيف هذوما تاع يا ربي يا كريم ما كدبنيش ربي مليح، هذوما احتياج عمل مؤسسه استشفائيه تكوين بتكوت ولايه باتنا لليوم الثاني، هذوما تانا عندها هذه البارح شفت على التوالي هذه لو 11 فوالا ضد التعسف والتسلط الاداري. هاي ماجين هذو مسمى تاع يعني مؤسسه استشفائيه ما نورمالمون يداويو الناس ضد التعسف، يعني ما زال العفيس ما نقول تعسف يعني العفيس كي نفسروها احنا مساكن اوبليجي يديروا هكا ويقولوا لا كذا، وكاين ناس ما يقدروش يديروا فيديوهات جوستومون خوفا من لي ريبريزاي سينو يسحتوهم يهدوهم كذا 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 الى اخره. شفت انا مام وقفه واحد اخرى اخويا المخرج شفتها انا يا ربي يا ربي قبل ما نفتح المكالمات تفضل لي وراها نورمالمون. نعم الوقفه هذه تاع شكون يا ربي يا كريم، عمال وكاله الضبط العقاري يواصلون يضربهم الاسبوع الثاني، هذوما تانا مساكن راهم في حاله على التوالي والاحتجاج بما قالوا كان مطالبه باجورهم متوقفه منذ شهر نوفمبر اي 5 أشهر دون اجر كيف كيف. هذه 1103 هذوما وكاله الضبط العقاري يومي راهم في اليوم الثالث نورمالمون خاطر باسكو من لو 11. ايماجين يا اخي ايماجين يا اخي الكريم من نوفمبر 5 شهور، يعني مؤسسات وطنيه فاتحيه تقول له يا عبد المجيد اذا ما قدرتش على الاقل يعني تمد ترجع حقوق الناس. وهو قال مقوله عمر بن الخطاب والابي بكر ضعيف عندكم قوي عندي حد، يعني ها مثال ماشي شركة. احنا مالشنا نحاسبه ونقولوا عيب ونقول احنا نتسألوا على هاد الشركات يعني اللي هما تابعين للدولة ما بالخمس شهور وواحد ما سامع بيهم وعليه مرميين كيما هك. هذا هو سؤال ورانا في الشهر الفاضل والرحمة واك تعرف كل هذه كل تعرفها الرحمة والمغفرة وكذا وكذا.
ربي يهدينا. نعود ونرجع المكالمات أخوي المخرج بعد كده نرجع شوية هاد الوقفات والاحتجاجات. عبد القادر الحمد لله من ورقلة يعود إلينا من بعيد. عليكم السلام، ربي يتقبل صيامك، أهلا وسهلا. شوف ولدي لطفي، أنا خبرتك الحم الخضراء وهذا صحة رمضان قال شعب الجزائريين. شوف قلت لك دعاوي المجاهدين ودعاوي السجناء تاع التسعينات اللي حقروهم والخير أكيد، قلت لك والله ينزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه متسقم الجزائر. الوازن اللي يجي يقول لك الحليب راه كاين كل شيء فين، هي ما كان والو كيما تبون عطا منحة للفلاحة، كيما انت تسمى البحر وراك شفت الناس يوروهم ما خلصوهمش، كيما انت تجي مدرب تعطيه 40 مليار في العام والناس راه في 24 ما خلصوش، كيما الجزائر مرزقة حلاليك وراهم متخليين في شعبهم. انا شا دخلني في البوليزاري وكنعطيهم بوليزاري كاش ما فيهم فايدة، انا نكبر شعبي كيما تاع الشعب نتاع في ميزيك الشعب. تخيل الحليب راهم يقسموه على الزوج تاع الليل، والله لا على الزوج تاع الليل، الحليب الزوج تاع الليل يقسموا الحليب. اقسم بالله العلي العظيم يا رئيس يد من رئيس، لو كيما ذاك ما يبين لك يدخلوا وزير يقولوا دي وزير تاع كيما تقول تاع التجاره ما كان والو، كيشوفوا يا ما تخدم يقولوه ها واش يقولوا الوزير الاول ما يشعبش هذا انا نتبع. هذه هي كيما هكا الامور، اللي يجي طلع اصحابه كيما مولود حمر وجا وعد العام وين كان وزير طال صحابه قال لهم مخلص البزره نعطوا له لونسيس عطاوه التدعيم، عطاوه التدعيم فاني تبوا نعطى صحابه الفلاحه غدو يجي فاني وزير اخر يعطي صحابه سياده الاجره وهي رايحه البلاد راهي مملكه. اقسم بالله خبر فيك قلت لك والله يدعوي السجناء تاع التسعينات اللي بكاهم واتهم وبلياتهم ودعوا المجاهدين والله ينزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتشوف الخير. خاطر علاه؟ الى كيطلبوا الصلح من الشعب هذا اللي راه محاقرينا. ونعاود لك حاجه اخرى، الله يعطينا رئيس كما تاع اليمن ولا اردوغان، شو شو تاع اليمن يقول لهم مسيره تاع مسيره، هذو الائمه رمي مكاش شهر شهر رمضان شابوه بصح الفلسطينيين ما شابوهمش، والله يدعوا فلسطين والله يخرجوا فيكم كاع الشعب 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 الحكم تاع الجزائر ان شاء الله. الله يكتبك ربي يسترك يا سي عبد القادر. ربما تقصد اليمن، قصدك الحوثيين بل تقصد خويا سي احمد من مسيله يحييكم. اهلا سي احمد، رمضان كريم. رمضان كريم الأخي لطفي، تحية للمغاربية أحمد طراوي يحيي قناة المغاربية. صحة رمضانك وكل عام وانت بخير يا أخي لطفي. آمين الله يسترك، مرحبا. والله يا أخي لطفي عندي ملاحظتين، الملاحظة الأولى على غزة والملاحظة الثانية على الجزائر. أما الملاحظة الأولى يا أخي لطفي وأتمنى ألا أطيل الحديث، الولايات المتحدة بريطانيا تعطي السلاح علانية وجهرا للكيان الإسرائيلي. لماذا يا أخي لطفي العرب الصمت؟ أولا لم يقاطعوا بالبترول ولم يقاطعوا بالأغذية وزد على ذلك لم يساعدوا وزاد الصمت. يعني أخي لطفي أنا قبل ما ننتقل إلى ملاحظة الجزائر، لماذا هذا الصمت؟ يعني أنا درت تحليل يا أخي لطفي، هل هو جبن؟ هل هو خوف على كراسيهم ومناصبهم؟ يعني قل لي برك يا أخي لطفي، أنا نريد من جمهور المغاربية أن يجاوبني برك، علاه الصمت هذا؟ لكن الجزائر تكلمت في مجلس هيئة الأمم وطالبت دو تروفا بالمشروع تاع وقف إطلاق النار، يعني ما سكتتش. لا مش لحكاية الجزائر يا أخي في يعني يا أخي في العرب صفة خاصة، الجزائر طالبت يعني الحمد لله، يعني تبون قدم يعني شيء تبون قدم شيء جميل يا أخي لطفي، وقدم قرار في الأمم المتحدة لكن الفيتو الأمريكي كان خائبا. لكن يا تسالي على الدول الخليج يا أخي لطفي، يملكون ما يملكون من البترول والأسلحة لكن صمت رهيب يا أخي لطفي. حتى سمعنا بعض الدعاة في السعودية يقولون لأبي عبيدة عد إلى رشدك يا أبي عبيدة، عد إلى رشدك يا أبي عبيدة. ما عرفناش يا أخي لطفي وش يخدم أبي عبيدة. أما ملاحظة المغاربية يا أخي لطفي، أنا ما نقولش المغاربية يعني الإخوة اللي دخلوا، والله يا أخي لطفي يعني تمنينا لو واحد يفرحنا 1%، اللي يجي يجيب تخربت خلات تخربت خلات يا أخي لطفي. يعني أنا تمنيت يعني يجي واحد باقي يفرحنا ويقولنا راه حاجة مليحة مسقمة في الجزائر يا أخي لطفي. صحة لصحورك يا أخي لطفي وبارك الله فيك. ربي يسرك يا سي أحمد. صح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفائلوا خيرا تجدوا. سي أحمد يقول يا جماعة تفائلوا لنا خير. سي الهواري من وهرنا، أهلا سي الهواري. السلام عليكم لطفي، صحة طورك خويا. الله يتقبل، مرحبا بك خويا العزيز. هذا الرياق هذا الكبيرة والله.
مهم ندخلوا في الموضوع. لطفي خويا شحال نشكر هذيك الاخت تاع اسبانيا ربي يحفظهم وطول ربي يطول لهم في العمر ان شاء الله امين. وغادي نواجب هذاك تاع بالعباس البارع كي طلع في المستوى واش من مستوى يا لطفي خويا هو راه حاجي ويفك ديجا غير السيمانه اللي فاتت قال لك باللي عمه راه يمد لي زور ما نمش يديروا عليه أول كلمة من تمد الحلول الناس مدت الحلول وراهم في الحبس راهم في الحبس لطفي خويا وراهم ما يمنع الإعلامي وراه مسكين ها هذا قاضي يحسبوك هذا هو الصح لي من تمد وراه واجبه ولد بالعباس وهذاك باين ولد بلاد اللي هضر معاك البارح داك بدر الدين ربي يحفظك خويا شوف سلمى بدر الدين عنده جمعية ورئيس ردها عمها مسكين والمسكين عاون عندك جمعية في بريرة يدي هذيك المنحة تاع مليون وهذه البراكة في المرادية ولي العقل تاع العباسي ولي العقل طشرك تهدر طشرك تهدر الناس كي هادو على الحلول في الحبس وهذاك راه غير خضرة راه خضرة ابو بطعام مسكين جاي يخدموا به ولي العقل انت شوف يا جي يا ابوك ابوك في 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 موريا رديته ما عندهاش مستوى حامد علوان ما عندهاش مستوى ما تلعبش الشيطان وقعد بالجمعية ولا راه ديال الطابله تاع قصبر في المرشي بيع على روحك سياسه بعيده عليك شكرا لك شكرا لك يا سي الهواري. دقيقه خويا المخرج قبل ما تبعث لي شوف سي الهواري حنا ديما نرحبوا مرحبا بك وارواح انت ماشي مشكل ارواح تكلم كيما تحب لازم برك في اداب الحوار برك نتكلموا انا ما عجبنيش شكون هذا توفيق ما عجبنيش كلامه هو ما عجبني هو كشخص انا ما يهمنيش فيه عنده جمعيه عنده حزب عنده حركه عنده طياره عنده انا يهمني الفكرة تاعو ما عجبتنيش يقول باللي تبوني مد اوامر والناس ما تطبقش انا راح ناقشك في هذه الفكرة اما انت عندك جمعية فيها 3 4 10 100 ما هوش موضوعنا موضوع سك هو يقول لك باللي او الناس ما يطبقوش انا اعطيني فهمني باللي كيفاه هذا رئيسي مد اوامر وهما ما يطبقوش تما ما يحكمش ما عندوش سلطة ما عندوش شرعية ما عندوش وتناقش الموضوع اما تقول له يا روح دير نصبة تاع دخان ولا نصبة تاع دبشة وكافه سبا خرجنا على الموضوع لازم النقاش يكون في الفكره اللي مدها هو مد اونيدي بغض النظر عن واش يكون هو طويل قصير عريض سمين عنده جمعيه ما يهمنيش يهمني الفكره تاعو وانت تناقشه بفكره ما تقولوش انني فلان وفلان وكذا هذه بركسي الهواري معليش انا ما متفاهمك وماشي مشكل وعم بالنا ما نشنا مالفين بركة مي دوك نوالفوا عليها دون بنقولوا شيات ومشيات وكذا وكذا ولا بصبع وهذه كل ما تخليناش نافونسيو هذه هي برك الفكره اللي نحب نقولها مليح الانسان يناقش الفكره ونرجعوا لخاوتنا هذوما العمال قبل ما نطوي وهذا الملف وين وصلنا يا خويا نزيدوا نسمعوا واش يقولوا لنا هذه الشركه وهذا الناس المضربين مساكن نوجه الهدرة تاعي للسلطات للرئيس تبون راهو كاين في ولاية سكيكدا في مؤسسة الترو راهو فساد كبير وفساد كبير راهم يبيعوا في الماتريال جديد ويبيعوه باسم لونشار راهو اني اجون سكريتي راني سمع بالي وش قاعد نهدر انا راني اجون في المؤسسة دي وعندي 20 سنة وراني مبليس يكسيدون ترافاي هاي عيني وهاي رجلي كي نجي نتكلم معاهم نقول لهم اعطيني باه نشري الدواء المساهل اللي مدايرهم هو في عنابه وش يقول سامحني باه نشري الدواء نشربه وش يقولوا يقول لك اللي يحب يخدم اللي مش يحب يخدم دوك نخلصوه ديكاج راه يا سيد الرئيس يا ناجدك يا سيد الرئيس يا سلطات يا ولايه راهو فساد كبير انا صاير في البلاد هذه ربع سنين ما ديناش القش كونوا نيت فاكونس ولدي 14 سنه في عمره حبستهم التعليم ولا حبستهم لأني ما عنديش باه نقرر غير نلقى له وش ياكل برك انا ولادي حبسهم القرايا في سبب هذا المخربين اللي انا ولادي يم في الدار وشاهد واش قاعد نهضر هم الناس كلها مشهود ولا كان لقيت ولادي يقراوا هزوني دركه في اللي بالليمينوت
حبستهم ولادي ويقراوا. عندي ولدي يقرا احسن يدي هو الثاني هو الاول في المرتبه. حبسته ولا حبسته لاني انا مرض في الشركه وبابا مرض في الشركه. بابا خدم 32 سنه ما عطاوهش مليون 100,000 ما داهاش. جدي خدم في الشركه ذي وها وجهي كيف ما وراني مبلسي من هنا لهنا وراهم حقروني. راهو حقي الدواء ما عنديش باه نشرب. راني اكسيدون ترافاي 50% وعقاتي. كي نجي نتكلم لهنا وش يقول لي؟ يقول لي حاب تخدم اخدم. مش حاب تخدم ديكاش ديكاش احكي على الشركه عامه حقرا. شفتوا يا خالتي حاله العامل ما تحسنتش. ماشي زعما يعني ما كان لاباس وحابينها تتطور، كان مرمد زاد ولا معفوس. سواء كان مريض سواء باللونجاج هذاك تاع ديجاج وما عجبكش الحال وخبط راسك شغل العامل ما عاد للاسف الشديد يعني نقول تبون كي جا ما كرامه ديك اللي يحكي عليها للاسف ما نشوفوهاش. طبعا ما قلتكش كل العمال، هذا اكزامبل. قبيله شفنا خونا اللي ولده يعني راح وهاجر يعني وكان مهندس وكذا، هو تنا عانى من هذا العفيس وهذا الحقره يعني وهذا الاهانه. فهذا كيف كيف، خاصة كي يقول لك أنا ولدي بطلت القراية خاطك باسكو درك الطفل كيعود أدوليسون كارطابلة غالية بزاف. ما غالية وش مسكين لبسته برك بارابور لي جون الآخرين، الناس يحبوا يلبسوا كيف حيدير له. دونك يبريفير يقول اقعد. هذه تسمى قاعد نتحطموا في دي فامي، طبعا ماشي مقصودة ولا حاجة، ولكن يعني ما عم باليش انا مشني مختص في توزيع تسمى الموارد تاع الجزائر ولا تقسيم هذوما القانون الماليه كيف يديروه، لكن كيف يتوصل عامل في شركه وطنيه ما عندوني يعني ندوى ما عندوني اعانات ما عندوش حتى باش الشهريه تاعو وما 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 تفوت. زيد نشوفوا ايضا يعني شفت ان كيما نتصفح يا خالتي بعض الجرائد كيف كيف نلقاهم ديما يعني تقول لي يا خويا اسمح لنا سي احمد بن مسيله ولكن اطباء دي وين في الجلفة، اطباء يقررون الدخول في اضراب عن العمل بالجلفة تشوط بما تجاوزات في القطاع، حراس محطات الضخ بالبويرة في احتجاج المطالبة بالادماج. هذا كل سي دي زارتيكل صغار يا خالتي، انت تشوف تقول يا شي ده ارت، بس هذا الارتيكل روي فيه عمال اللي عندهم دي فامي ودي فامي تاعهم مشرده ولا مرمدين وما خلصوش ولا عايشين في الاهانه سي دي زات روزيوم عباد بني ادمين اللي طالبوا حقوقهم برك اللي يحرص عليها يعني خونا الرئيس راح نقول قال رئيس الجمهوريه اللي اصلا كما قال خونا توفيق يمد اوامر ولا تطبق، وكما يقول خونا الهواري من وهران تسمى نورمال ما يكون عنده كلمته وتطبق الاوامر كيفاه ما تطبقش. انت من الاول يقول هواري من الاول تمد في قوانين معوجه والا ما كانتش النتيجه تكون معوجه. كل واحد عنده راي هذا ولا هذا، لكن النتيجه لي لامام انه المواطن مرمد مسكين. نزيدوا نواصلوا يا خويا مع ما هذه الفقره الاخيره تاع التمرميد ومن بعديك نفتحوا مجال اخر. تفضل فيديو. 10 سنين وحنا نندبوا في الشركه هذه وما ندنا والو، نطالبوا تحقيق كبير مع هاد الناس. حنا ماناش فتانين، حنا طالبين الحلال، حنا ولاد الحلال ماناش بونطيه، رانا طالبين الحلال افهموها، طالبين الحلال ناكلوا الحلال، حنا ماناش سرارقه، حنا طالبين الحلال افهموا. من كان يؤمن بالله واليوم بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ولا رانا نهضروا، رانا بزاف 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 الشيء اللي وصلنا ليه، ودرك رانا نشوفوا فينا رانا ما درنا والو، ورانا وشوف رانا نخدموا كلش بالقانون، تحفوا بالقانون لا بلا قانون. حنا ماناش رايحين نخدموا، حنا قاعدين على قلوبكم وهنا نصوموا هنا نصليوا. كل شهر في فرنسا ورانا درك 4 ايام ورانا صابرين ورانا وراكم بربي ان شاء الله. الشركه هذه كانت في 2014 تحكي بال 200,000 مليار ريزيرف، اليومين هذا راهي مديونه ما عندها والو، كلش مرهون للسي بي، كلش مسوال. بعد الوقفه هذه كانوا الناس كاينين الناس هنايا شكاو بهم خوتنا من شارعوا كيفاش نعمل باش يكسروا الوقفه تاعنا، قال لهم ديروا في التحرير. احنا كل محرم طالبوا عليهم هذوك الشيء يعني رانا كل مضرورين، واحد ما قاعد يحرط فينا، جابنا الضر هنايا باش نشكلوا على الفساد هذا اللي في فوالا. وزيد المحاكمه والعقوبه والعقاب وكذا فوقها فوق هذا التمرميد كامل مساكن عم بالي راه مازالوا
في الوقفة تاعهم، ربي يفرج عليهم ويفرج على جميع العمال ان شاء الله. نختموا بهذا الارتيكل برك في خاطر اخونا سمير بالك ويتفرج فينا. سمير درك وين جا من التراويح بالك، هادو هم تاع المجمع اللي داروا نهار الحد الوقفة، هادو هم تاع المجمع اخونا سمير اللي ديما يتصل بنا واللي داروا الوقفة. وبعد الشكاوي التي تم رفعها من قبل العمال جاء قانون المالية التكميلي كذا، لانه زاد فتح لهم اسبوار ولكن ما طبقوا من والو. ما حكاوش بيان سور سمير على التمرميد هذيك واش قالوا لكم في البيرو اكسترا وكيف فتحتوكم، لكن على الاقل كتبوا عليكم، كتبوا باللي راكم عالقين في ذاك القانون. ربي يفرج عليكم ان شاء الله مرة جاية نديروا يعني تقدروا تجيبوا لنا فيديوهات كما هاد الناس على الاقل الناس يزيدوا يسمعوا اكثر واكثر. نرجعوا للمكالمات اخويا المخرج ويسمح لنا سي احمد من مسيله، ما زلنا ما عندناش اخبار تفرح. ها سي احمد محمد من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم خويا لطفي. اهلا سي محمد، ان شاء الله تكون بخير. هذه الازمات هذه مفتعله. ايوه مفتعله يا لطفي. ستادير وانا نقول للاداره الجزائر، الاداره الجزائريه، ربي واش يقول في كتابه؟ لا يحق المكر، المكر السيء الا باهله، لا يحق المكر السيء الا باهله. الى متى وانتم ما رايحين بالمكر هذا؟ المكر، المكر السيء حتى ولا يبان لنا، ولا يبان لنا دي جول، دي جول ارحم منكم. وعليها وعليها تشوفها مفتعلة محمد، بالك ما قدروش ما لحقوش بالك السلطات تدخل. لا 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 مفتعلة والله غير مفتعلة يا لطفي. وانا اطلع ولا يبان لي ديغول، ديغول ارحم من هاد جماعة حيدرة هادو والله غير ارحم. وانا نقول لك يا لطفي، لطفي خويا اسمع لي، انا ما كنتش ندخل على الموضوع هذا. وهاد الناس هادو، هاد الناس هادو ما يعرفوش باللي هذا اسمه يحيى يسرق، وعبد المؤمن خليفة سراق، وضحكوا سراق. انا ما اعرف، انا خدمت عند واحد سراق، خدمت عند واحد سراق، انا ما عنديش مسيره. انا خدمت عند واحد فوايو، انا نستهل. انا خدمت عند واحد عند ربراب، انا خدمت عند عبد المؤمن خليفة، انا خدمت عند واحد فوايو، انا نستهل، انا ما عنديش مسيره، انا ما عنديش مسيره وما نشكيش، نشكي ربي. هادو ما يعرفوش باللي خدموا عند فوايو. والله ما كنت على نحكي يا روسي، والله ما كنت على نحكي على الموضوع هذا. فهمتك يا محمد. الجزائريين يقولوا علاش الجزائر ما تتدخلش في غزه؟ انا نقول لهم علاش ما تتدخلش في غزه؟ نتنياهو داير الجزائر في راسه، وكان بلدان عربيه دايرهم في جيبو كبير. كاين واصل يا محمد. تقطعت. نعم موضوع فلسطين هذا موضوع كبير. انا قلت لكم انا مش من اختصاصي، شوفوا مع الاخت وجدان، لكن فكرتي يا محمد انه هذه كل مفتعلات تما سي فولو دايرينها بالدم للعمال، هذه لازم الانسان يناقشها. وشكرا لك لانك يعني رحت يعني حطيت صبعك على الجرح كما يقولوا. تفضل اخوي المخرج. واصل احمد. سي احمد السلام عليكم. الو اهلا وسهلا سي احمد، صح فطورك ربي يتقبل. الله يسلمك، كيراكم دايرين؟ لاباس خويا، كيراك محمد من عيد بخير خويا عايش. ربي يسترك ان شاء الله. اهلا مرحبا، تفضل لك على المباشر. الو الو خير سي لطفي، كيرا خويا؟ كير اخويا لاباس. درت بريا للرئيس وما واجبنيش، ودرت بريا لوزير العدل وما واجبنيش، ودرت بريا للوالي وما واجبنيش. خويا كذب وتنفيق، وقوي كذب وتنفيق في البلاد هذه. والله ما يساوي الكذب، ما ريتو منه كاع. والكذب لا اسمها، الوالي عندنا يسني برواتب لا بكذب. الوالي عندنا يسني، الوالي يسني بريا تاع كذب، تاع المسؤولين اللي دايرهم هو تحته قاعد يكذبوا. وهاني مسؤول على الكلام هذا،
اللي يبغى يواجبني يواجبني ويدير تحقيق معايا وانا يدير لهم كاع براوات. شكرا لك سي احمد. شكرا سي احمد. ربما كيف العديد من الجزائريين اللي كتبوا بريات بلاك وما كانش رد، كما كل هذه الشركات الناس اللي واقفه لبرا وداروا مسيرات كل ما كانش رد. سي علي من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا لطفي، الله يتقبل ان شاء الله. مرحبا بك سي علي. كذلك صحاب كل المسلمين في العالم. امين امين، ربي يتقبل. اخوك في نشوف الفيديو تاع الاحتجاجات العمال. شوف اخ لطفي، نقول لك انا كنت في السابق كنت رئيس الفرع النقابه ورئيس اللجنه المشاركه يعني ديبل كاسكاد. نشوف العمال هذو راهي النقابه تاعهم هاي باش يديروا احتجاج، غير رساله الى رئيس الجمهوريه، لا، كاين عمال لازم يديروا النقابه في اطار قانون، في اطار قانون يقدروا ينصبوا نقابه تمثلهم، وكاين وقايه خير من العلاج، ماشي حتى يوصل الحقوق، ماشي حتى توصل شهر رمضان باش يطالبوا حقوقهم، لا، الحقوق والواجبات في كما نقولوا اضرب حديد ما دام سخون، نهار اللي كيقطعوا لهم الشهريه في هذيك الحاله يبداوا يحتجوا على. وإذا كان فساد، الفساد هذا راه بعث أشكال في الجزائر، لأن علاش ماشي ما عندناش أزمات، لا لا، عندنا كل واحد داير لاكلي، كل واحد عنده، كل واحد داير كلون معاه، يعني الجزائر معمرة بالكلون بزاف، يعني هذا الرئيس هذا مش راح يقدر يدير معاه حجم كبير تاع حجم هائل من الفساد. نشوفوا باللي واحد موظف يخرج كونجي يدي معاه المفتاح تاع الانوار تاع الملفات تاع الناس، وكي تروح انت تريكلامي على مفتاح يقول لك اروح على سمانتين، وعلى يا اخي باي فيان رايح وجاي عندكم، الموظف راح كونجي ودا المفتاح تاع الملفات، يعني هذا دير لي شوفي اكل جيدان كوسيني سيبوتري، اعطيني بلي نولي على سمانتين، اعطيني شوفي اكتبي لي ادير كاشي، هذا القانون. انا كي نقول لك بالله يعني الناس ما تعرفش حقوقها، حقوق تاع الناس ما تعرفش النضال، احنا رانا على نعرفوا كلش واش راهو صاري في الجزائر، نعرفوا اختلافات كيفاش تكون، كاين سو فاكتيغ، عبا كيفاش سو فاكتيغاسيون اخ لطفي، سو فاكتيغاسيون معناتها يشري من عند شركه فلانيه ويعاود يديرها ينطر فاكتير من شركه اخرى باش يقول باللي هاي لا فاكتير تاع السلعه، يعني ما كانش طابو دو كوم المقارنه، يعني طابو دو كومباراتيف دو كومباراتيف المفيد. يعني كاين هنايا كاين تهوديت كبير، وواحد عند حاكم مفتاح اجون سيكيوريتي يقول لك لا استنى المعلم، يعني كلش راهي فوضى كبيره. دونك قصدك انت سي علي يعني هذه تسمى اجراءات يعني داخليه ما دخلهاش في يعني مش ملفوف خلاص كما نقول. كاين شوف كاين اول حاجه باش دافع على حقك لازم توجد ملفات، لازم يطلبوا لحد مثلا نروحوا لاسبيكسيون ترافاي لمحمد اكيزي ندفع له ورقه، اعطيني ورقه بلي انا بلغتك، يعني كلهم حطهم امام الامر واقع ماشي هكذاك نصهم، يعني هذا اظن فكري حتى اكيزون ترافاي وراه ملفات، هذا اللي من ملفات وجد ملفات احسن ادله على حتى نولي نتهم ناس ربما يحاولوا، لان الجزائر شوف ما دام اديناش استقلال اقتصادي، احنا على بالك الاستقلال الاقتصادي ما دام اديناه، دينا الاستقلال استقلال الجزائر، وهذا الاستقلال الاقتصادي هو الاهم، الناس كلها تولي تخدم ما عندهاش مشاكل، لان الفراغ الوقت والحقوق هذه لازم الشعب يناضل عليها، ما كانش منها هالجهه هكذا، وبالقانون حتى نوصلوا الاخر، حتى بالادله يعني بالادله. اخي لطفي السلام عليكم. شكرا ربي يحفظك سي علي. سي علي ربما هو مختص افضل مني وقال لكم باللي كاين اجراءات قانونيه تدار قبل الوقفه كيما هذه، ما نعرف داروها هادم ولا لا، وما تسناش حتى ما تخلصش 5 شهور باش تديرها. هو يقول هكا يعني كاين نقابه، كاين دوسي تبريباري، كاين وصل تقول بعث لك انت تو ريسبسيوني وما رديتليش كذا كذا اجراءات. سي علي من البويره اخر مكالمه. سي علي يا سي علي. الو اهلا وسهلا ومرحبا بك سي علي. صحيت اخويا لطفي واش راكم؟ لاباس ان شاء الله تكون بخير وبصحه. اهلا وسهلا. الله يهنيك اخويا لطفي، الله يسلمك. تفضل راك على المباشره سي علي. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك يا اخي، الله يسلمك. واش راكم لاباس؟
والله الحمد لله سي علي، انت لحقت متاخر واقيل، كنت في برا. متاخر يا خويا لطفي متاخر. هاي مرحبا بك سي علي، واش حاب تقول لنا؟ يا خويا لطفي، يا خويا لطفي على هذيك من حتى البطاله هذيك يا خويا لطفي، والله مرضونا على بالك. واش كاين انت سي علي؟ انت عندك الحق فيها. يا خويا عندي حق فيها، ومن بعد درنا سلفيه داروا سلفيه تاع 4 ملايين هذيك. ها؟ تاع بوتفليقة هذيك. انت ديتها وقت بوتفليقة. ومن بعد بقينا نخلصوا هذيك مليون ونص، واحد من حتى البطلة هذيك واحد العام. ومن بعد عيطوا لنا قال لك اولا لازم تخلصوا. لور ما تقولش قال لك رجع الدراهم اللي ديتهم. لا لا والله لا قالوا لنا رجعوهم بالدوره يا والربع ملايين هذوك السلفيه هذوك خدش على هذوك السلفيه خلفتهم هذوك سلفتهم وبليجي رجعهم راك فاهمني هذوك معليش هذوك معليش سلفتهم رجعهم ولا ما رجعهمش يا انا سلفت عليك لازم نرجعهم رجعتهم وباقي لك ولا لا قال لك لازم ترد الفاميلي اللي ديتها وانا والله مكسر مكرعيه كومبلي كرعيه رايحين كومبلي الخدمه ما كاش يا ودي حاجه ما كاش ومن بعد يقول لك رجع 10 مليون قلت له اروح تشوفني ولا اديني الحبس وحده من الزوج والله قابل بيها ايوا عم بالو بك بطال كيمد لك هو عم بالو بك بطال من حترجعهم انت ايه والله انا حصلت قلت لي يا اخي انا ما عندي ما ندير الله غالب ما عندي لا دراهم لا والو سي نورمال تكتب وقول لهم ما عنديش انا راني بطال والله قلت لهم يا خويا والله قلت لهم يا خويا وكون ما ترجعش ما قالوكش واش هي يعني واش يديروا لك ولا يقول لك ما بترجعش في الامان وقال لك دوكا لازم يبعثوا لك ويبعثوا لك ولازم ترجع المحكمه ولازم ترجع الدراهم هذوك وفي طيره ومنا يا اخي حاله والله هاك صبحت من العصابه سي علي استرجاع الاموال والله يا خويا لطفي والله ما انا طايقين والله كرعيه رايحين في زوج كرعيه سيدو في زوج رايحين واحد لا خدمه كانت تمسلكتني هذوك الدراهم تاع من حتى البطل والله لا كانت تمسلكتني ردتني للتراب والله ردتني للطرف اخويا لطفي الله يهنيك اخويا لطفي ربي يسترك يا سي علي وربي يحفظك هاك شفتوا يا خاوتي هذه مشكل اخر تانا يعني يجيو يرقعوها يزيدوا يندبوا لها هذه تاع جاي كحلها عماها تم كاينين الناس مدوا لهم مدوا الدوسي تاع البطاله والدوله درست الدوسي وفلترات قلت هذا يدي هذا لا هذا يدي وهذا ما تديو داكور هيا هاك ودرك سنيت لكم هذا عقد حتى عند ربي هذا يسميه عقد تسمى ما تنقضوش العقد وبعديك تقول له حق راني فيريفيت انا بكري خلاه وقت بوتفليقه درت السلفيه ديك تاع 4 ملايين ها تسمى الصوار اللي مديتهم لك هذوم في العامين ولا ما نعرف العام ونص لازم ترجعهم فتقول لا الغلطه انت اللي غلطتها انت اللي ما فيريفيتش انت اللي نقضت العهد انا ما عم باليش باللي القانون هذا تاع السلفيه وانت عطيتك الدوسي وانت فاليديت الدوسي هذه مسؤوليتك يقول لك لا ترجع السوارد كل في 20 مليون مين حيجيب هذا هو اصلا هو بطال او طامع فيك في منحه البطاله تزيد تقول له رجع لي 20 مليون انت ما خدمتش خدمتك يجيو يفكوا يعني ازمه على جان يزيدوا يغرقوه يولي في المحكمه روح جيب محامي وروح كذا يولي خاسر اكثر مما مدوله وزيد يقولوا له رجع ايوا على هذه كل سوء تسيير المهم كتبنا في الجورنال باللي درنا منحه البطاله وخبر ايجابي والجزائر راهي متقدمه وهما شغل مدوا لك وزيد قال لك حق رجع لكن اسكو النيه من الفوق صافيه والاداره كما يقولوا خونا توفيق من الداخل ما تعرفش تخدم ولا تعرقل ولا اسكو من الاول قال لك روح برك رماها بلا ما يدرس كما قال خونا الهواري اي رمي وبركة قوانين وبعديك خليها الشعب يدبر راسه وتتخلط الصوار المهم دائما النتيجة أنها تجي في الشعب مسكين خاوتي الأعزاز إن شاء الله ما نكونوش تقلنا عليكم اليوم تكلمنا في مواضيع متنوعة نشكر الناس كل اللي شاركوا الاحترام والتقدير ربي يحفظكم نقول لكم إن شاء الله غدوة صوموا بالصحة ولهنا وربي يتقبل الليلة ما زالت طويلة والدعاء ما زال طويل والأجر ما زال كبير ربي إن شاء الله تكونوا من أهله ربي يستركم شكرا للفريق التقني صحة صحوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته